الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى كل من عند الله وبين قوله سبحانه ما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ نعم، من نفسك فعلا، أنت الذي فعلتها باختيارك، وهي من عند الله قضاء وقدرا، الله قدرها عليك وقضاها وأنت فعلتها، فهي من عندك بفعلك واختيارك، وهي من عند الله قضاء وقدرا. نعم.